سيداتي سادتي، مرحبا بكم في العروض العقارية الفاخرة. اليوم كنتواجد بكم في القلب النابض للمدينة. هنا كنتواجدو في وسط المدينة في واحد العقار اللي كيمتاز بواحد المساحة اللي هي مفضلة لدى الجميع، ديال 113. الناس كلها كتقلب تقريبا ل 110، ما بين 100 120 متر مربع. هو السكن اللي تيكون زعما مبحوث عليه بزاف و تيقلبو عليه الناس، لا سيما الا كان في شي موقع اللي يكون في وسط المدينه قريب للخدمه قريب لكلشي. اذا اليوم كنقول لكم مرحبا بكم جميعا في مدينه مكناس، ومعكم طارق من قناه اف في ال اللي تيقوم بالبحث والتنقيب على اجود العروض العقاريه. كنعرض عليكم حتى نتوما اذا كان عندكم شي عقار، مثلا شي ارض ولا شي فيرما ولا شي برطمان بغيتوا تبيعوها، فانا راه الخدمه ممكن الاتصال بيا في الرقم اللي كيبان لكم اسفل الفيديو. اسيدي اجي نبداو من الاول بعدا نعرفوا الفصاله ديال هذا العقار وكيفاش جا وفين جا. اجيو معايا. اذا كنعيد الترحاب بكم جميعا اينما كنتم في قناتكم افعيل، هي قناتنا كاملين اللي كنشاركوا فيها كاملين نتوما بالاراء ديالكم، وما عليا انا الا التلبيه ديال الطلبات والاحتياجات ديالكم. هانتوما كتشوفوا معايا بانني كنتواجد في برطمه اللي وحده في ليطاج، ما كاينينش جوج، كاينه برطمه وحيده، حداها لاسانسور، حداها الدروج، ما كاين حدايا حتى شي جار، بوحديتي ترونكيل في البريطمه ديالي كنطلع كنسد عليا بابي، ما كاين حتى شي باب قدامي. اذا كنقول لكم تفضلوا ومرحبا بكم اسيدي، مرحبا بك لالا. اليوم كنتواجدو كما قلت في مدينه مكناس، بالضبط على مقربه من القلب النابض الحمريه، وبالضبط حنا كنتواجدو على مقربه من محطه القطار الكبيره لاكار الكبير في مدينه مكناس، في دار ولا في شقه اللي فيها مساحة ديال 113 متر مربع. مساحة ديال 113 متر مربع كتنقسم لثلاثة ديال الغرف، صالون كما كتشاهدوا معايا في المدخل ديال العقار، مطبخ كبير محلول على الساجور ديالو. عقار اللي كيبيعوهم هنا في وسط المدينة ديما كنسمعوا من العقارات كيتباعوا بالمتر مربع. هنا كنتواجدوا في هذا العقار هذا اللي كيتباع بثمن ديال 7000 درهم المتر مربع، وقابله للنقاش وللتفاوض. يكفي ان الانسان يجي ويشوفها عن كثب، وان شاء الله الثمن راه تيبقى للنقاش بواحد الفينيسيون اللي هي جد جد فاخره، وفينيسيون اللي هي جديده في السوق. مثلا الا هضرنا على الفينيسيون كنهضرنا على البيبان، البيبان اللي هما امبورتي، هاد النوع هذا البيبان اللي هما امبورتي. كنعتذر منكم اعزائي المشاهدين، مازال الاشغال في هذا العقار، راه كتسمعوا شويه ديال الصداع، مي اختاريت انني نصور لكم العقار قبل ما يتباعوا. هنا كنتواجد في عماره اللي فيها 8 ديال الطوابق. هنا عندي الغرفه رقم 1، كنقوم بعمليه المسح ديال هذه الغرفه هذه، فيها 10 رجمل هما كبار، الالوان اللي هي الوان بيضاء، ودايرين تناسق كبير مع الالومنيوم. بالنسبه لي في البلافون كلهم بالقبس، ودايرين فيهم الاناره ديال لي سبوت وديال ليد. عندي هذه الغرفه الاولى، غرفه في المدخل ديال العقار. حنا زايدين تلقاو عندي صالون من الحجم الكبير في العرض ديالو وكذلك في الطول. كما قلت المساحه اللي عندي هنا هي 113 متر مربع. المدينه فين كنتواجد، كنتواجد في مدينه مكناس بالضبط، الحي على مقربه من حي ديال الحمريه، وعلى مقربه من لاكار الكبير. والثمن ديال هاد العقارات كيتباعوا بالمتر مربع، الا وهو 7000 درهم للمتر مربع، وهنا قابليه للنقاش وللتخفيف. شقه واحده في الطابق، وحده بوحديتك قدام بلاصونسور ديالك. مشيو معايا، كاين صالون وغرفه في المدخل عندنا ديال العقار، كاين عندنا الصالون والغرفه راكم شفتوها مور داك الحائط. حنا زايدين كنلقاو عندنا حمام اللي هو هذا بالفاسك ديالو، والطواليت ديالو، والدوش لو كوان فيه الدوش ديالو. فينيسيون اللي هي رائعه، فينيسيون اللي كاين فيها واحد التناسق وتناغم كبير. وتا بالنسبه للترتيب ديال الشقه استغلوا فيه المساحه، مثلا هنا خلاو كوان ديال سيجور فين تكون جلسه. والحاجه اللي زوينه هي خلاو المطبخ اللي مفتوح، المطبخ اللي غادي يكون جاهز فيه لابلاك ديالو ولاوت ديالو والفرن ديالو. وتا بالنسبه للثلاجه دايرين الثلاجه الكبيره. بالنسبه للزليج خداو لي في ديال الزليج المغربي،
غادي في الدار كل غادي في المطبخ كامل كما كتشاهدوا معايا. بالنسبه للرخام، الرخام في اللون الاسود اللي كيتماشى مع التجهيزات اللي تيكونوا محطوطين. مطبخ كبير متسع وقدامه هذا السيجور لهذا الباب، مفتوحه شقه اللي هي مفتوحه كتحس بان كاينه المساحه فيها. هنا عندي الغرفه الثانيه بالنسبه للصباغه، كل هذه اللي فيها صباغه ديال الديكور. بالنسبه لهذا العقار فيه املاك مشتركه الا وهي المصعد، مرآب ديال السيارات كينسطح واجهه ديال العماره، وكاين كذلك الحراسه، دار ديال الكونسييرج ولا دار ديال العساس، دو املاك اللي كلها وضروري عقار اللي هو محفظ، قابليه ديال البيع والشراء بالطرق. كاين هناك طريقتين، اما الدفع الفوري ولا الدفع كما كنقولوا كاش، ولا عن طريق البنك قرض بنكي. بالنسبه لنا هنا دخلت دابا الغرفه ديال الوالدين، كان عندي هذاك هو الباب ديالها، كندخلوا كنلقاو في الغرفه ديال الوالدين فيها التواليت والفاس ديالها، كاين توش. الباقي ديال الغرفه هو هذا كما قلت، هذا العقار مازالين فيه اصلاحات، مازالين الله تيفينيو هاد الشقق، بلاكارات كبار، راس الناموسية عندنا هو هذا. كذلك للتذكير اعزائي المشاهدين، طريق راه الاشاره ديالكم، الا كان عندكم حتى نتوما شي عقار مثلا، كانت عندكم شقه ولا كانت عندكم فيلا ولا كانت عندكم ارض قابله للبناء ولا ارض فلاحيه ولا فيرما، فانا راه الخدمه ديال الجميع، فيكفي الاتصال والتواصل معي. حتى العقار ديال اليوم هو هذا، كان عقار من الفئه ديال السكن الفاخر والسكن الممتاز من ناحيه ديال الموقع، من ناحيه ديال الفينيسيون ديالو. كنتمنى يعجبكم، ما تنساوش بالضغط على زر ديال الاعجاب والاشتراك في قناتكم افعل. كنقول لكم الى اللقاء وفي عرض مقبل ان شاء الله عما قريب اعزائي المشاهدين.